الجزائريين أول دولة أو أول الناس اللي راحوا على أمم أفريقيا بالمغرب، يعني البلاد اللي بعد كده اللي هتوصل أمم أفريقيا هتلاقي الجزائر قاعدة هناك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. اعمل لايك، ادعمنا بلايك، عملت لايك شكرا. والله يعني مباراة تنيم بس الجزائر لعبت الماتش على قد الماتش، هو الماتش يتلعب كده رطوبة وحرارة ولاعبين من 3 أيام وكسبانينهم 5، ففي حمية من لعيبة توجو وممكن اللعيبة تتعور، والحمد لله إن عمورة قام بالسلامة، والحمد لله إن مفيش لاعب اتصاب إصابة خطيرة الحمد لله. بصراحة دقيقة 18 هدف جميل، بن سبعيني سجل ضربة الجزاء وهو اللي عامل الهدف. بن سبعيني استلم، لعيب كبير من نجوم طبعا المباراه ومن نجوم الجزائر. بن سبعيني يعني يا ريت في 3 زي بن سبعيني. بن سبعيني عملها حلوه قوي لامين غويري الحريف اللي رقص المدافع لبسه ضربه الجزاء، المدافع شاله وبعد ما الحكم حسب ضربه جزاء المدافع مشي وبص في الارض كده يعني زعلان ان امين غيوري لبسه وضحك عليه في ضربه الجزاء. يبقى اللي صنع ضربه الجزاء اصلا اللي هو سجلها بن سبعيني، سجل ضربه الجزاء اللي صنعها لامين غيوري. دي من احلى لقطات المباراه وده هدف الفوز يعني. بصراحه الطغاي عليه علامه استفهام، ولا الحمد لله الناس اللي كنت بتكلم عليهم بقالي سنتين ان طغاي لا يصلح لاعب دولي وزروكي. يعني طغاي مثلا ممكن يعمل لك 17 ماتش زي ده، طغاي عمل له بلينين 3 وربنا ستر. زروكي اهدى يعني، زروكي لما خرج الضغط قل على الجزائر، زروكي لما اتغير الواحد بيتأسف ان بيقول كده، بس في كرة القدم كده زي ما بيبقى في لاعب مميز في الفريق في لاعب بيبقى خاربها يعني. الشوط الاول عجبني قوي امين غويري، حريف حريف بيعرف يتعامل، شوف في رطوبة وحرارة بيعرف يتعامل عنده حرفان، عمل واحدة برضو العمورة، عمورة خدها لو خدها صح يجيبها جون. لا امين غويري حريف، وعجبني جدا اداء بن سبعيني وهشام بوداوي. هشام بداوي الرأي الواحد اللي في الثلاثي الوسط اللي كان شغال، حسام عوار معرفش جه من السفر ولا موجود في الجزائر، ممكن يكون يعني بياخد شاور او بيتسوق ما راحش التوجو. حسام عوار وزروكي زي ما قلت لك لما خرج قل الضغط على الجزائر، هشام بداوي في وسط الملعب هو اللي كان متحرك وكده. كندوز الحارس تحية ليه كبيرة، كندوز بصراحة غلط غلطتين، الغلطة الأولى الفاول اللي اتشط عليه وعملها بإيده غريبة كده الشوط الأول، غريبة كانت يعني، وكرة وقعت من إيده في الشوط التاني، بس ده لسه أول مرة يقف حارس مرمى، أول مرة يلعب لمنتخب بلده، كتر خيره، لأن في الشوط التاني مسح الأخطاء دي وصلح أخطائه، بالعكس كان متألق في الشوط التاني، صد كور انفراد، بص كل أنواع بقى انفرادات تصويبات كور عرضية، كان نجم الشوط التاني كندوز بصراحة. بداية الشوط التاني كان هيريحنا غويري، انفراد سهل جدا يا غويري شاطها جت من فوق العارضة. بنزية وعوار وآية نوري عليهم علامة استفهام. آية نوري نسيت أقول، كاتب أنا في الشوط الأول آية نوري بيتدل عليه كده، بتدل عليه آية نوري، أنت لسه صغير لسه صغير، في غيرك بي 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 بيضرب الأرقام القياسية وبيضرب، محرز لما كان 25 26 سنة على طول كل ما يلعب بيضرب أرقام قياسية، محمد صلاح كل ما بيلعب بيضرب أرقام، أنت آية نوري أنت لسه ما لعبتش حبيبي. يا آية نوري انت بقالك سنتين بس في الدوري الانجليزي، انت بتلعب بمعلمة ليه كده ليه كده آية نوري، اشتغل يا ابني اشتغل عشان ربنا يكرمك. حفيظ زراجي ورياض محرز، حفيظ زراجي كلنا عارفين الماتش اللي فات قال جملتين على رياض محرز كده، يعني كل الناس في المواقع وعلى السوشيال ميديا ما عجبهمش كلام حفيظ زراجي، فحفيظ زراجي قال لك يبقى ماتش النهارده هصالح رياض محرز، فساب المباراه كلها ورياض محرز كان قاعد على الدكه.
قال اسم رياض محرز اكتر من اسم الفرقتين كلهم، يعني ما قالش ولا اسامي في الفرقتين اكتر ما قال رياض محرز طول المباراه. يعني مقبول منك انك تصالح رياض محرز او تعدل الاخطاء اللي انت عملتها يا حفيظه الدراجي، بس مش 90 دقيقه. فرحت جدا بوجود سعد رضواني، جدا لعيب كويس باك يمين حقه انه يلعب منتخب. يعني انا قلت لكم ان الجزائري، اول جمله قلتها ان الجزائر لعبت على قد الماتش بصراحه، يعني فمش هنقول ايه فلان كان وحش. انا بس يعني زروكي وطغاي بصراحه لازم المدرب يشوف بديل. لما تلعب بقى مع توجو وتفضل اخر دقايق تفضل كندوزي يطلع 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 وربنا يستر في كوره وثلاثه يروح على الجون يجلوها، طب انت مع الفرقه بقى الثقيله بقى ساحل العاج والكاميرون والسنغال هنعمل ايه؟ فالجزائر عايز شغل كتير الفتره اللي جايه، تغير اماكن اللعيبه، في لعيبه لازم تتغير، مش تغير خطه او تغير فنيات، لا في لعيبه اسامي تتغير، الاسامي تتغير. تمام؟